ثانية، السلام على المرأة شنو؟ المرأة إذا كانت زوجة الإنسان أو أخته أو بنته من محارمه مستحب أن يسلم عليهم ويعلمهم على السلام وعلى آداب السلام. مرة لا والله مو من محارمه ولا زوجته، امرأة أجنبية. أغلب الفقهاء يقولون إذا السلام عليها ما يخشى منا فتنة، كانت تكون امرأة كبيرة أو امرأة لا يرغب بها، جائز. لكن إذا السلام أدى إلى فتنة هل يجوز؟ يعني بنت شابة تسلم عليك أو تسلم عليها؟ البعض يذهب يقول مع خشية الفتنة جائز لكن على كراهة، والبعض الآخر لا يمنع. على العموم مسألة ما أريد أستقصيها، بها آراء الفقهاء متنوعة. السلام بالنسبة للمرأة كانت إذا امرأة مسلمة ومحتشمة وتخشى الفتنة، يعني ما تخشى الفتنة، لا يرد عليها السلام أو يسلم عليها. أما إذا كانت مجموعة من النساء ما يستشكلون، إذا مجموعة ويسلم على المجموعة ما في مانع. الهدف اللي أريد أبينه